السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خبيثنا فلة، فلة بالأنس والطيب. نحن اليوم في منزل أديبنا وأستاذنا الأستاذ مصطفى عبد الواحد زكزوك في مدينة جدة، ولسه بداية الليلة على قوله بعد العشاء. أستاذ مدني عبادي، هلا سيدي، الله يعطيك العافية. أمتعنا الأستاذ الخميسي في وينك في برنامج وأعطانا ذكرياتك. اي يا سيدي، الله يبارك ان شاء الله، بس تكون يعني اليوم امتعتونا استاذ مدني. الله يكرمك، والله وجودكم هذا وانصاتكم يعني وتشجيعكم، الله يعطيك العافيه. يقول لك الليل ما احلى الا بجلاسه. طبعا هو خارج محمد بصفر، قلت قعدت اذكره، قلت له قبل 40 عام 1399 في حي السادات زواج اخي عصام، ما شاء الله، كنت انت على القانون وهو معاه، يعني المجموعه دي كلها في بداياتكم ايامها 98 تاسست الجمعيه، كنت في اوج بدايات الله مع الله نعم. عام 1999 في الحج. نعم، ما شاء الله، الله يعطيك طول العمر الجميع ان شاء الله، الله يبارك فيك، وان شاء الله تتكرر المناسبات السعيده هذه. الله واليوم امتع، الله يعطي العافيه ويجعل داره عمار الاستاذ مصطفى زكزوك. نعم، امتعنا نعم بجمعه الاحبه. اي الله يسلمك ان شاء الله، ودائما ان شاء الله مجتمعين على الخير. على الخير ان شاء الله. سلامتك، السلام استاذ. مع السلامه. أنستونا اليوم وأنستوا الحفل عند عم مصطفى زكزوك في صالونه الثقافي الفني، بس حبيت أقول لك معلومة وسألت عنها اليوم. أنت ومدني عام 1399 كان زواج أخي عصام في حي السادات في بيت بارفعة، ودوبكم بداياتكم الجمعية ونشاط جمعية الثقافة الفنون. 1399 شهر الحج 98 تأسست الجمعية. نعم، 99 أول سنة لها. نعم، وبداياتكم، ويعني مو بداياتكم يعني العز زخم. ايوه، كانت فرقه حميميه. نعم، لانه قبلها كانت مؤلفه من مكه مدني وغازي اهدل وابراهيم لبان وحسين اهدل، وعلى راسهم مدني عباد وشرف شاهين حسين الانصاري، وكانوا في تواصل بيننا وبينهم في ايام نادي وج. ايوه، اول ما بدا يتاسس بحكم المرشدي له علاقات وبدات المعرفه، ومن هنا افتتحنا الجمعية. حتى أول حفل في الجمعية كان عام 98 برضو على شهر الحج تقريبا. أي، فعملنا حفل افتتاح وكانوا هم من المتواجدين فيه، على رأسهم مدني وغازي أهدل وإبراهيم لبان وحسين أهدل وشرف شاهين وحسين أنصاري، وكان في زخم. وكان في كمان عدنان، أظن كان الدكتور عدنان معاكم. عدنان عدنان معنا في ما بعد، لكن هذول البدايات. البدايات، نعم. وفعلا عدنان مهنا كان معانا، ونبيل صبحي الله يرحمه، محمد عياب، هذول كلهم يعني، والحصيني وعبد الله حصيني وحمد سليم الله يرحمه. نعم، بس انا اتكلم عن بالنسبه للمدني، لانه كانوا إيه؟ كانوا فرقه، كانت الفرقه هذه تابعه ليحيى لبان. ايوه، فعملنا تمازج بين فرقه الطائف وفرقه مكه، فكانت يعني حقيقه فرقه مثل المملكه في اكثر من محفل، في تونس، في القاهره، في المغرب، في سوريا، في كذا محفل. واليوم ما شاء الله، ودائما عادل معاك. عادل هذا ما شاء الله في الايقاع، هذا من 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 ابناء المجلس الطائف، المجلس الفني. نعم، مجلس الجمهوريه. مجلس الجمهوريه. الله يعطيك العافيه وياك حبيبي. وعليك الطيب وعليك الطيب وعليك الطيب لا يقضى ولا ينام.
حيران صبا هايما على النجوم على النجوم على النجوم على النجوم وانت ابن عمي عبد الله محمد حمادي سالم يسلم بصره. الصوت القادم ان شاء الله بقوه من ابناء الطائف من ابناء الوطن، واليوم اشجانا بعده اغاني. انا طلبت منه قلت له ابغى اسمعها كذا بدون موسيقى بشوف ايش تعطينا. اقول لك مقطع يعني مقطع اي مقطع مقطع اللي هو الا يا حبي يا الاول أنا يا غايتي مشتاق لقيتك من في قلبي وأثرك مالك أشواقي. الله يعطيك العافية يسلمك يبارك فيك. طبعا أنا أقول دائما نوال هي مطربة الخليج الأولى
أنا في نظري الشخصي ونوال صاحبة أداء وإحساس رائع. ومن أجمل أغاني نوال اثنين أنا في نظري يعني في شخص يعني كل واحد لي أدوار. الأغنية ذي والدويتو اللي مع عبد الله رشاد كان جدا رائع. يعطيك العافية. الله يعافيك. يسلمك. الله يسعدك. طمعان فيك يا عبادي يا عبد الله. الله يسعدك. من حقك عبادي. الله يسعدك. طمعان فيك كمان تدينا مقطع من حقك من أغنية طال السلامة. على خشمي. هي تقول طول عمري وانا لاوي لاوي ذراع الهوى شفت يومك بعيني من هو يقدر يهينك. الله يسعدك. علي مراد رضا. ايوه سالتك قلت لي انا كنت كابتن. طبعا مهندس انت في مجال معماري. كل المقابل. بس قلت لي انت قلت لي كنت أنا كابتن طائره. انا اسست كرة الطائرة مع الله يرحمه زايد قدسي. ايه كنا عزيزة الثانوية مكة في ملعب بحمدين. كان مركز ملعب بحمدين. ايه النادي الاهلي اسمه كرة الطائرة باسكت بول بينج بونج واللعب الرياضي. كنا سوينا بطولات لفينا المملكة كلها. كنت كابتن المنتخب؟ كنت اخيرا كنت المنتخب. منتخب الطائرة. كرة الطائرة. عام كم تقريبا؟ عام هلا 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 حبيبي. الله يعطيك العافية. يا ابوي تأخرت. يا ابوي الدنيا زحمة. كل جدة في الشارع. الله يعين ان شاء الله. ان شاء الله تبارك الله.